قادر عمرو ان انا احب الدكتور عثمان مثلا، فيجي لي مرض معين روحي يخليني الامر بتاع الحب ده يشتت او يضلل، يخليني اتصرف بكراهيه مع الدكتور عثمان. ايه اللي مع عاطفه الحب دي لايه؟ لكراهيه. اللي القران قال عنها في سوره البقره: وتعلمون منهما ما يفرقون به بين الايه؟ بين المرء وايه؟ وزوجه. يبقى عندنا امراض الروح الشائعه ثلاث امراض. اول حاجه مرض اسمه السحر. ثاني حاجة مرض اسمه ايه؟ الحسد. الحسد. ثالث حاجة اللي بيسموه المس الشيطان. في ناس بيقولوا لبس، يعني المرض يعني الشياطين او الجن عندها في السكن فمش لاقي شقة فبتيجي تسكن جوه الشخص الفلاني. القرآن ما يتكلمش عن المرض الروحي ده بالشكل ده، اتكلم عنه بشكل ثاني. قال الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ايه اللي بيحصل بتقفل الامراض الثلاثه؟ اخطر حاجه للناس بتخاف منها كلها حاجه اسمها الايه؟ المس. تبدا بالمس. وبعدين حاجه اسمها ايه؟ السحر. وبعدين حاجه اسمها ايه؟ الحسد. لما احنا شفنا الصوره اللي فاتت ديت في اوامر او نوع من الاشعه او نوع من الطاقه النورانيه من خلالها الروح بتسيطر على تصرفات الجسم واحاسيس الجسم. اللي بيحصل في الثلاث امراض نفس الشيء. ايه هو؟ يحصل تشويش للاوامر الصادره من الروح بالقيام بسلوك معين او القيام بشعور معين. فيبدا التاثير من خلال ان واحد يعمل العمل لواحد فيخليه يكره فلان او يحب فلان. هذه الاشياء موجوده. بتيجي ازاي؟ نحاول نبسطها كده. الروح لها سياقات معينه، تعرف اوامر معينه، تعرف الكلام يبقى منسق ومفهوم وجميل، والكتابه دي برضه منسقه ولها معنى ومفهومه وجميله. الروح اتعودت على التعاون مع الجسم ومع النفس من خلال اطار موضوعي منطقي. يجي الراجل بتاع السحر يقول لك ايه؟ حمروش معرفش ايه، الكلمات اللي انتوا بتسمعوها دي اكيد انتوا عارفين بقى كلمات كتير. يعمل ايه؟ الروح مش مدركه، مش مدركه معنى حمروش دي ولا بيسموها الواحة الواحة ولا الحاجات اللي فيه في الافلام دي. فالروح ما الفتش التعامل مع الكلمات دي. فيحصل ايه؟ انها تنشغل بهذه الاوامر وتبدا تحاول تبذل مجهود لانها تنطقها وتفهمها وتتخذ قرار بشانها. فتنشغل بالباطل. ولذلك حتى السحر في القران الكريم على نفس القصه. السحر في القران الكريم ما بيمسكش زنه الكنز دي تخليها حمام. انما بيعمل ايه؟ زنه الكنز دي ما بتبقاش حمام. بيخليكم انتوا الحته بتاعتكم اللي هتدركها الاوامر اللي هتطلع من الروح عشان تعرف ان ايه؟ ان دي زنه الكنز بيخليها تستقبل اوامر من نوع خاص تشوف على اساس انها ايه؟ حمام. ولذلك القران الكريم يقول ايه؟ فلما القوا سحروا. بسحروا حقائق الاشياء. ما خلوش العصيان افاعي. تعاملوا ايه؟ سحروا اعين الناس. السحر ده جاي من وقت السحر بالليل اللي هو الخفاء والظلام. لبسوا على الحواس ادوا اوامر باطله بحيث انها تدرك الاشياء دي على غير حقيقتها. انما هي في الحقيقه السحر شايفها ايه؟ شايفها كنز، شايفها ازازه زي ما هي. والا ايه اللي يخليه يجي يخبي الهرم ويعمل كان في اسمه ديفيد كده بيجيبوا التلفزيون زمان يعمل يخبي الهرم ويعمل مش عارف ايه وشو الراجل بالمنشار. هو ما عملش ده كله، هو شايف فعلا الامور على حقيقتها. ولذلك من المعاني الجميله بقى ان سيدنا موسى لما القى عصاه فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. إيه اللي هم يأفكوه؟ هم بينوها للناس. فاهم الشائع للآية دي إن القفعة بتاع سيدنا موسى وعصا سيدنا موسى كانت الحبال والعصية. إذا كانت الحبال والعصية يبقى ما تعدلش الخطأ في الفهم. يبقى هي لسه فاعلة وتعبينه كده. إيه اللي حصل جديد؟ لما ألقى سيدنا موسى عصاه بما إن هي معجزة إلهية ربت حواس الناس لطبيعتها الصحيحه، فشافت العصيان بتاع السحره عصيان وحبال.
عشان ما يبقاش افاعي واسعابي. خلاص طاقه بقى تكون يعني تدخل باطل اللي هم عملوه. ايه الباطل اللي هم عملوه؟ خلونا نشوف شوفونا الصوره بتاعه الحبال والعصير انها افاعي واسعابي. طيب مش عاوزين نستدرك كتير جدا في امراض الروح، علما بان هي مسار اهتمام الكثير من الناس، بس نستدرك في علاجها. ايه القيم الدينيه الوارده لعلاج امراض الروح؟ اذا كانت الروح دي انشغلت بالباطل، عشان ارجعها تاني تمشي على الشريط بتاع السكه الحديد ده، القطر ده ماشي على السكه الحديد كده بعدين وقع من على الشريط بتاع السكه الحديد، عشان اصحح مساره واعمل ايه؟ ارجعه تاني يمشي على شريط السكه الحديد. ازاي ارجعه تاني مش مع شريط السكة الحديد؟ ارجعه تاني، ارجع تاني الروح مرة تانية لازم تتعامل مع الحق. ايه حق حاجة احنا بنؤمن بيه؟ ايه الحق اللي احنا بنؤمن بيه؟ مثلا القرآن الكريم تبدأ الروح تتعامل مع الحق الذي لا يؤثر عليه الباطل. خلاص؟ لو يحط الله الحق بالكلمات ابدأ عامل اخلي الروح تتعامل مرة تانية مع القرآن الكريم، يبدأ المريض اللي معرض للتشويش ده يقرأ آيات القرآن الكريم. الحد يراه آيات القرآن الكريم، فتبدأ مسارات الروح الصحة. وهنا بقى تيجي قيمة الرقية كأحد القيم الإسلامية اللي الإسلام أمرنا بيها وحاسين عليها عشان نتعامل بيها مع أمراض الروح. طيب، إيه الآيات اللي وردت الرقية؟ في حديث الأول بتاع مشروعية الرقية هنحاول نقول فاهمين فيه عشان نميز بين أمراض الروح وأمراض الجسم. لا باش واحد عنده مثلا التهاب كذا في الحنجره ولا التهاب في الحلق ويروح يرقي نفسه. اي نعم القران فيه شفاء وفيه بركه ما نقدرش ننكرها، بس احنا مامورين بغير كده. احنا مامورين بالرقيه ديت في علاج امراض الروح، هي العلاج الكافي والقاطع والنهائي لامراض الروح. انما امراض الجسم لا، مامورين بقى بعلاجات ثانيه، انواع ثانيه من العلاج. ومامورين برضه بالاستعانه بالقران فيها، لان احيانا يحصل تداخل بين امراض الجسم وامراض الروح. الحديث اللي بيتكلم عن مشروعية الروح هو حديث بيتجه فيه كثير من الناس النهارده، كثير من الناس للاسف بعضهم منسوب الى الدين. ازاي؟ تلاقي اعلانات وقنوات فضائيه مخصصه لعلاج امراض السرطان بايات القران الكريم، وعلاج امراض مش عارف ايه بايات القران الكريم، ويقول لك احنا عاوزين مره يحضر احدى القنوات دي في حاله كانت مريضه عشان نشوف بس الجو بتاعهم ايه، فقالوا هنبعت لكم 10 ازايز ميه وإزازة زيت زيتون وقال عليهم قرآن بصوت الشيخ مش عارف مين ودفعوا 1800 دولار. نبعت لكم 10 أزايز مية وإزازة زيت زيتون، ده كل المجهول ده كام؟ هم السعر ده كله كام؟ دول 50 جنيه 100 جنيه. هياخد كام؟ هو هياخد 1800 دولار في نظير إن هو شيخ فلان الفلاني قرا عليها قرآن ويستدلوا بالحديث اللي معانا النهارده. حديث بيقول إيه؟ سيدنا أبو سعيد الخدري كان ماشي ومعاه مجموعة من الصحابة في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب، واضح من سياق الحديث ومن جو الحديث إن ما كانش لسه دخلوا في الإسلام. فاستضافوا الناس دول قالوا لهم إحنا ضيوف وما معناش زاد وعايزين أجر الضيافة بتاعنا. فحصل إيه؟ فأبوا أن يضيفوهم. يبدو إن هما كانوا بخلة شوية. فخلاص قالوا البيت اللي لابس المكان ده نستريح، الأمر لله. وبكره لما نصحى من النوم نبدا نعمل ايه؟ نكمل مسيرتنا وربنا يفتيها من مكان ثاني. اثناء ما هم ميتين في المكان ده الحديث بيقول ايه؟ لدغ سيد هذا الحي. يعني شيخ القبيله دوت او زعيم القبيله دوت ايه اللي حصل؟ لدغاه ثعبان. فقالوا ايه؟ حاولنا الناس اللي حاولوا معاه يعالجوه باي علاج، والعرب كانوا معرف في علاج لدغات الثعابين والعلاج بالاعشاب، فما بيش معاه اي علاج. ويفهم من سياق الحديث اللي هيبان بعد شويه ان اللدغه دي كان لها تفسير غير اللي احنا فاهمينه. فقالوا ايه؟ لما نروح نسال الناس اللي طلبوا مننا الضيافه اللي هم خدوه يمكن يكون عندهم علاج يفيد هذا الرجل اللي هو زعيم القبيله او شيخ القبيله. فعلا راحوا لهم قالوا ان سيدنا لدغ إن سيدنا لدغ وجربنا معه كل شيء لنداويه فلم ينفعه شيء، فهل معكم من شيء ينفعه؟ فأحد الصحابة قال إيه؟ نعم، إني لألقي، أنا بلقي الناس، إني لألقي، ولكن صدقناكم فلم تضيفونا، فلن نلقي سيدكم حتى تجعلوا لنا جعلا.
دون علم يعني عطاء او مكافأة على الرسل اللي احنا دون تبعته. خلاص معايا في حاجة محاولة تخلص. فاتفقوا معه على النصيع من الغنم. فقال روى الحديث فانطلق الرجل صحابي يدخل عليه ينفث عليه ويقرأ من قلبه. من الاول كان بيمشي وبين القلب كان يعني بيمشي مش ملتزم في مشي. في تكون الجسم او النمو. الحياة شكلها ايه؟ ارحم تجربة او اكثر تجربة يمر بها الرحمة هي وقت الروح، وقت خروج الروح. حتى مع الناس الصالحين شوف ربنا يتكلم عن خروج روحه ويقول ايه؟ وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. يكره الموت واكره مساءته. شفت العظمه راحت لحد فين؟ ربنا بيقول انا مساله الموت بالنسبه لي بتاع حبيبي بتاع الانسان اللي بيعبدني مساله صعبه عليا، ربنا مش حاجه صعبه عليا بس ربنا فكره. بقول ان انا عبدي ده بيكره الموت مش عاوز امر بيه وانا مش عاوز ازعله، انا اكره ان انا ازعله. فينبغي ان احنا نخلي تصورنا عن الموت زي ما الامام الغزالي كده قال فيه جمله جميله جدا. قال ما الموت لا تخف روعه الموت وكم يحتضر. الامام الغزالي القديم صاحب احياء علوم الدين وي وي قال ايه؟ لا بخاطب نفسه اثناء الاحتضار قال ايه؟ لا تخف روعه الموت. ايه الموت ده؟ فما الموت الا نقله من هؤلاء. كل يحتضر الموت ان انا همشي من عالم الدنيا اروح عالم اسمه عالم البرزخ. عالم البرزخ هناك في صحيح حساب وفي مناقشه وفي كذا وفي كذا، بس الصوره السوداء اللي انتم بتجيبوها دي صوره ورط في شان الكافرين. ان الروح بتطلع مش عارف ايه وماسكه زي الصوف في زي الشوك في الصوف والالم بيمر بالمسلم. مش بالصوره دي، مش بالشكل ده. الموت ده انت داخل فيه خارج من عند ناس لا يرحمون وداخل فيه عند واحد يرحم. طالع من عند الناس الذين لا يرحمون وعالم هتكلم في الصحه الاجتماعيه لا عالم زي السباع وعاوزين يفترسوك. طالع من وسط الافتراس ده عند واحد ارحم. يعني شوف الصحابه لما قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا قاعدين مع سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ شافوا كده صوره او طائر خدوا اولادها وهم بيعملوا الخيام وبتاع شالوا اولادها فهد تصرخ وتعمل مش عارف ايه. فقالوا قال لهم ارايتم ان هذه تلقي بولدها في النار؟ الام ديت بتاعت العصافير دي ممكن تمسك ولادها كده وتبقى